لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأنا بالأمس في الآيات التي تتحدث عن ميقات موسى عليه السلام مع ربه، والتي حدث خلالها اتخاذ بني إسرائيل للعجل كما سنبين في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. كنا قد ذكرنا ما يتعلق بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وذكرنا من وكانت هذه مناسبة المحذر من التفسير من التفاسير من كتب التفسير التي كتبها مخالفون لأهل السنة، وقلنا إن في هذه الآية بالذات سنجد تفسير الأشاعرة بتنكر الكلام وتنكر الرؤية، تفسير المعتزلة تنكر الكلام وتنكر الرؤية، وتفسير الأشاعرة تثبت الرؤية وتثبت الكلام على طريقته، اللي هي في الآخر الكلام الذي سمعه وفق عقيدتهم أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام ككليم للرحمن كلام خلقه الله تبارك وتعالى في الشجرة طارة في الجبل طارة، ولكن خلق معه يقين في نفس السامع أن هذا هو كلام الله، وفي الآخر هم يقولون هذا أن الله لم يتكلم بهذا. طيب، وكمان في القرآن يقولوا يعني هناك كلام قديم يعني لا يتميز فيه أمر من نهي ولا توراة من إنجيل من قرآن ولا، فإذا الكلام القديم الذي أثبتوه ليس بشيء، والكلام المسموع جعلوه للمخلوقين. كلام الذي سمع موسى عليه السلام عندما ناداه ربه كان من الشجرة، والمرة الثانية من الجبل، وكلام القرآن الكريم ما أجمعت الأمة على أنه كلام الله قالوا كلام أوحاه الله إلى جبريل ليس عن طريق أن الله يتكلم به كما ورد في الحديث الصحيح: إذا أراد الله الأمر في السماء تكلم به فيسمعه أهل السماء على سلسلة على صفوان فيخضعون ويسجدون فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام فيقولون يا جبريل ثم يفيق أهل السماء فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك يقول الحق. لا، ما فيش عندهم الكلام ده. إذن ده هو الله ألهم به جبريل، وجبريل بقى بالإلهام ده نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى بداية وجود كلام كان من جبريل عليه السلام في زعم الأشاعرة. المعتزلة طبعا طريقة نفيهم صفة الكلام محتاجوش فيها الكثرة انهم يتكلموا على الكلام القديم ويثبتوا أصل الصفة، وكمان بينفوا الرؤية، ومما يستدلون به على نفي الرؤية قوله تعالى لموسى عليه السلام لم ترى، وكما يقول شيخ الإسلام تيمية أنا ألتزم أنه ما يحتج مبتدع على بدعته بدليل صحيح، ما ممكن المبتدع يحتج بما يزعمونه قطعيات عقلية وبعدين عند التأمل لا هي ولا قطعيات عقلية ولا حاجة، ونلاقيها مجرد أوهام عقلية وظنون ونحو ذلك، أو يحتجوا بأدلة موضوعة أو باطلة، وساعات يحتجوا بأدلة صحيحة. قال لما يحتجوا بأدلة صحيحة لازم ألاقي أدلة صحيحة أخرى وترد عليها. أنا لا لا، ده مش كده بس، ده هتلاقي الدليل نفسه فيه رد عليه. طب ما هي قال وخلاص الله تعالى قال لموسى عليه السلام لن تراني
ولن تفيد التأبيد. بقول لهم أول حاجة لن تفيد التأبيد، والله عز وجل قال عن المشركين ولي في شأن الموت لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم قال عنهم أنهم يوم القيامة يقولون يا مالك يا مالك ليقضي علينا رب. طب إيه كمان؟ إنه إجابة السؤال الذي يطلب شيئا مستحيلا، الإجابة اللي فيها علم فيها فائدة تبين له هذه الاستحالة، لا وفي لك بطلبك وتعلقها على إرادتك أو على أي شيء آخر، فإذا أنت أقررت على أنها ممكنة من حيث الأصل. فلذلك اللي يجي يقول لك أطعمني رغي هذا الرغيف، وأنت لا تريد أن تطعمه، يتقول لن أطعمك إياه، يقول لك أطعمني هذا الحجر، تقول له الحجر لا يطعم. موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، فالله عز وجل لم يقل لن تراني، وأن لم يقل إني لا أرى، ولكن قال لن تراني. الأمر الآخر، هل هم قالوا إن دي العقل بداهة؟ خد بالك ممكن الأنبياء يكون في شيء لم يعرفه فينزل عليه الوحي به، ده فيش، الأنبياء لا يستقر على عدم معرفة شيء، لكن كل يسأل عن شيء أو يواجه شيء يكون لا يعرف، مش دي قضيتنا. يعني هو موسى عليه السلام لم يكن يعرف هنا أن الله لا يمكن أن يرى في الدنيا، ولكن المعتزلة لما بيقولوا بنفي الرؤية بيقولوا إن هذه بداهة العقول تقول أن الله لا يرى. طب هذه البداهة، موسى عليه السلام فسأل هذا السؤال. الأمر الآخر أن الله علق هذا الرؤية على ممكن والمعلق على ممكن ممكن، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، والله تجلى للجبل وهو جمال من أولى يتجلى لعباده المؤمنين. فإذا كان هذه الحوار، وإحنا أخذنا في بعض الوقت في الرد على المعتزلة وعلى الأشاعرة، كل في الباب الذي ابتدع فيه. نكمل الآيات. يقول يعني يقول الله عز وجل بعدها قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. بيقول لنا الشيخ السعد هنا لفتة جميلة جدا، وهذه طبعا بعض الأمور التي يعني في يعني يمكن وهي من فعل الله تبارك وتعالى، إذا كانت ممكنة في حق العبد تفعلها. فالله عز وجل هنا لم يجب موسى عليه السلام إلى طلبه. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الخلق في الدنيا لا يقدرون على النظر إليه، فأول حاجة الله تبارك وتعالى بيّن له كيف أن الجبل مع قوته وشدته وبأسه لا يتحمل هذا، فهذا من التلطف في الإجابة. يبقى ده ممكن طبعا الإنسان يعني بالذات إن كان يعني في والد أو والدة أو معلم أو كذا، فيبقى ايه، ورأينا هذا يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عكاشة رضي الله عنه قال له اجعل الله ان يجعلني منهم، قال انت منهم. هنا هو سأل سؤال قال له ما هو اعلى، ما قال له ما هو اعلى من باب الوحي، لكن جه رجل تاني وقال ادعو الله ان يجعلني منهم، لو هو دعا له ولم يقل له انت منهم كأن ده أقل من وضع عكاشة. طب لو قال له أنت منه ولم يوحى إليه أنه منهم، قال صدقك بها عكاشة، ده رفض. ولكن بلا شك وقعه على النفس وأخف بكثير، بل ونحو ذلك. ده مهم جدا يعني، وهنا الله تبارك وتعالى وهو الخالق المستغني عن خلق يفعل هذا مع موسى عليه السلام، هذا من حب الله للمؤمنين. وإذا إذا من الإنسان من حبه لإخوانه المؤمنين ومن حسن خلقه، إذا كان الله تبارك وتعالى مستغني عن الخلق، كان إذا ما طلب منه ما من لا ما يناجيه،
يعني إذا يكلم ربه وربه يكلمه، وطلب طلب لكن في مشكلة تعوقه، فأولا بين له المشكلة فين. الأمر الثاني بين له أنه أن هذا الرفض ليس ناشئ عن شيء يحزنه. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي، فإذا كان هذا أمر. ولذلك كان من الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الطائف، وهو دعاء يعني لا يثبت من جهة السند ولكن مشهور جدا في كتب السيرة، يعني وفيه من علامات النبوة الكثير، فإن صح يعني أو قال اللهم إني أشكو لك وهواني على الناس. بص بقى يعني إيه من أجمل يعني إيه المعاني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في هذه الشدة وفي هذا البأس يقول اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك يا أوسع. هنا فمهم الإنسان ساعات يحتاج هذا التأكيد، إن هو طبعا المؤمن أهم حاجة تهمه ألا يكون ربه عز وجل غضبا عليه، لكن لو هناخد عشان بس احنا عايزين ناخد منها فائدة في حياتنا مهم جدا، ده مهم جدا حتى لو انت بتعاقب ابنك او بتعاقب تلميذك المدرسين في المدارس او كده. طبعا مقام له ضوابط ساعات الناس تشتط فيها جدا، لكن حتى بهذه الضوابط لازم يكون معها رسالة حب تبين ان هذا العقاب عن حب. عند الرفض لازم يكون الرفض معه رسالة حب. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يبقى إذا ده من جهة تذكير له بالنعمة اللي تحتاج إنه يشكرها، وتذكير له بأنه مصطفى من قبل الله تبارك وتعالى، وإن كان شوقه لرؤية ربه قد أجلت إجابته إلى يوم القيامة. يقول لنا في تفسير ميسر قال يا موسى إني اخترتك على الناس برسالاتي إلى خلق الذين أرسلتك إليه وبكلامي. ده طبعا اختص به موسى عليه السلام، وصار يعني هذا هو لقبه عليه السلام أنه كريم الرحمن في ما اختص الله به. فخذ ما اتيتك وكن من الشاكر، طالما ان الله اصطفاك برسالته فخذ هذا الذي اتاك من علم ومن حكمه وكن من الشاكرين على هذا، على الاصطفاء اجمالا والاصطفاء بالرساله خصوصا والاصطفاء بالكلام كاخص من الرساله. قال عز وجل من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم الدار. يقول لنا في تفسير ميسر وكتبنا لموسى في التوراة من كل ما يحتاج إليه في دينه من الأحكام. يبقى هنا كل من ألفاظ العموم، لكن يمكن أن يخصص العام ويقيد المطلق بدلالات العقل والحس والسياق، وده تأكيد على أنه لا يمكن أن نجد نص صحيح نفهمه بطريقة صحيحة ونلاقيه معارض للعقل. ليه؟ ده العقل داخل في فهم النص منذ اليوم الأول. يعني أنا عندي دلوقتي هل نصوص الكتاب والسنة الله تبارك تعالى يمكن أن يخبرنا أو يأمرنا بأشياء متناقضة؟ مستحيل. دي قضية مبدئيا، ويستحيل على الله تبارك تعالى هذا أن يعني يصدر منه هذا الخطأ والعياذ بالله. طب ممكن يجي من جهة أفهام منحرفة، لكن فهم السلف
ما انا كان عندي الصحابه، واتكلمنا كتير في الموضوع ده، عند الصحابه منذ اليوم الاول وهم لو لقوا تناقض بيسالوا، عكس ما بعد كده لما بقى المعتزله والاشاعره وغيرهم يقولوا لا والله ده النصوص دي، ده نصوص الرؤيه دي توهم التشبيه، ده نصوص الصفات كلها توهم التشبيه، بقول له هل السلف، هل الصحابه والتابعون وتابعوهم استشكلوا هذه النصوص؟ يقول لا، ما هو غلب عليهم التسليم. عشان كده قلنا ايه، طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم. ذنب لطريقه السلف، لا انت نزعت عنها العلم والحكمه، ففينا السلامه اذا. ها؟ لا، نقول لهم لا، ما حصلش. ده اللي حصل ان هم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا ننظره ان كان مظلوما فكيف اذا كان ظالما. قال أنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وإن منكم إلا واردها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، رضي الله عنها ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم في إنه هل يعني كيف، وقد قال الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، فبين لها صلى الله عليه وسلم انه ان منكم الا واردها، ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا. اذا حصل لديها الجمع بين النصوص. اذا الصحابه لم يكونوا يحشون عقولهم بما يظنون فيه التناقض. اي مساله تيجي يستشكلها احد بعده تبقى، وبعدين ما نلاقيهاش انهم يستشكلوها وسألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي لم تكن مشكلة عندهم. نبحث بقى لماذا لم تكن مشكلة عندهم بينما توهمنا نحن هذا الإشكال وهذا التناقض. هذه قضية في غاية الأهمية كما بين. يبقى إذا منها إن إحنا بنقول لا، الألفاظ العامة مش بنتمسك بالعموم كده، بصره وكتبنا له في الألواح من كل شيء. هل متصور ان التوراة كان فيها كل شيء؟ يعني ايه هي كان لوح محفوظ؟ لا طبعا. يبقى السياق بيقول من كل شيء، وهو بعدها بيقول لك موعظة وتفسيرا لكل شيء. اذا دي شريعة، اذا لكل شيء يحتاجون. هذا تقييد الصفة ومن ثم تخصيص العام. ده كان شاهد ان هنجد ده في تفسير السلف ونجده في كلام كل العلماء. اذا من اين سيتسرب مناقضه العقل الا ان يجي حد بعد كده فينسب الى الدين شيء مناقض للعقل يكون هو مش من الدين، او ان حد يتوهم ان العقل بيقول كذا وهو لا يقول كذا. ان العقل بيقول لو اثبتنا الصفات لله عز وجل أثبتنا الصفات للمخلوقين فهذا يوهم التشبيه، فنقول له لا، أنت فهمت غلط، وأنت عندك في اللغة بتقول رأس الأمر ورأس الجبل ورأس الإنسان ورأس الطائر، كل دول مش زي بعض، وتقول عين الأمر والعين الجارية والعين المبصرة، وكل دول مش زي بعض. يبقى إذا التواطؤ اللفظي لا يقتضي التشبيه. يبقى إذا نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. شيل الاستواء وحط اي صفه ثانيه تمشي دي قاعده عامه في كل الصفات، وهو مروي ايضا عن ام سلمه. يقول: وكتبنا لموسى في التوراه بكل ما يحتاج اليه في دين من الاحكام موعظه للازدجار والاعتبار، وتفصيلا لتكاليف الحلال والحرام والامر والنهي والقصص والعقائد والاخبار والمغيبات. وهذا يدل ان التوراه كان كتاب تشريع شامل كما ذكرنا، يعني كانت اتم شريعه في الانبياء السابقين قبل ان تاتي الشريعه الاتم وهي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. كانت اتم الشرائع قبلها هي شريعه التوراه التي كتبها الله عز وجل لموسى عليه السلام. فخذها بقوه،
كما أمر الله تعالى فخذوا ما آتيناكم بقوة. فخذها بقوة أي خذ التوراة بجد مجتهد، وأمر قومك يعملوا بما شرع الله فيه، فإن من أشرك منهم ومن غيرهم فإني سأريه في الآخرة دار الفاسق. ده اللي هو قاله في التفسير الميسر، يبقى ده تفسيره لقوله تعالى وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسق. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها هي كلها حسن، والحسن هنا في تطبيق الناس له، في تفاوت هذا الحسن في تطبيق الناس له. سأريكم دار الفاسق قالوا هؤلاء قوم كانوا مستضعفين وخرجوا باستضعاف الفراعنة، إلى أنهم يعلمون أو علموا أن بلاد الشام قد سكنها العماليق فترة ما هاجر يعقوب عليه السلام ببني إلى يوسف عليه السلام واستقروا بمصر طوال هذه الفترة. فهنا قوم جبارون خرجوا من أنجاهم الله منهم، وها هنا قوم جبارون يعدون أنفسهم أو علموا أنهم سينبغي عليهم أن يجاهدوهم. مش هنا إيه، كان خرجوا بالليل والله تبارك وتعالى أهلك عدوهم. ولعل ده بداية مشروعية الجهاد، يعني شريعة موسى عليه السلام كما قال العلامة السعدي رحمه الله إنه كان دي بداية الانتقال من إن المؤمنين ينصره الله عز وجل بآيات كونية إلى أن الله تبارك وتعالى ينصر المؤمنين بجهادهم. فكان هنا البنو إسرائيل مروا بالإيه؟ مروا بالحاجتين، أنجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون وملئه، وكانوا بقى رايحين على العمالقة. فدار الفاسقين يا إما دول يا إما دول. فالبعض قال لا، ما هم الفراعنة، لأنه من تمام النعمة عليهم بعد أن ينجيهم الله تبارك وتعالى من بأسهم أن يريهم أن ديارهم خربت بعدها. والله قال لا، ده هي الدار اللي هؤلاء اللي هي بلاد الشام. وهذا يؤكد أن ما فيش حاجة اسمها أن الدار توصف بأنها دار فاسقين كما يحاول بعض التكفيريين، يعني أن هو يجيب من القرآن دليل أن المقصود هنا مصر. طيب خلاص يا عم، المقصود مصر. كان وقتها في ايه؟ في شرك بالله عز وجل، في طغيان، وفي فرعون يقول انا ربكم الاعلى. يقول لا لا لا، ده وصف لازم لها، وصف لازم لها، وقاتل المسلمون من اجل فتحها، وجاءوا وفتحوها، وكان وعمر بن العاص رضي الله عنه الح على الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه يرسله الى فتح مصر لما يعلم من اهميتها، ولو فيها شرك للأسف يعم الشرك البلاد اللي بجوارها، ولو فيها توحيد فضل الله يعم التوحيد البلاد اللي في جوارها، فيها دعوة إلى الله تنتشر الدعوة في البلاد المجاورة، فيها يعني لما جت الدولة العبيدية اللي سماها ذرة بالفاطمية جت مصر انتشرت منها، وهكذا. فإذا دار الفسق هنا إما مصر وإما الشام، وفي الحالتين هما أراضي مباركة كانت دارا للفاسقين في ذلك الوقت، ثم شرفهما الله عز وجل بالإسلام، ويبقيان بإذن الله تبارك وتعالى مصر والشام يبقيان دار الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. إلا في التفسير مثلا اختار شيء أراه بعيد شوية، إنه قال دار الفاسقين دي في الآخرة تبقى إيه؟ تبقى النار. فقال فإني سأريه في الآخرة دار الفاسقين، وهي نار الله التي عبدال أعداد خرجين عن طاعته. أظن أنه يعني التفسيرات استلاف معظمها تدور حول يا إما مصر يا إما الشام، والمعظم على اختيار الشيء. ثم قال الله تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا،
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم والذين كذبوا بآياتنا ومالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هنا بيقول لنا الطالب عاشور نكتة لطيفة جدا، إن طبعا نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى إن من أغراض القصص القرآني تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين بما لقاه إخوانه المؤمنين في الأمم السابقة، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما لقاه إخوانه الأنبياء في الأمم السابقة. فهنا بيقول لنا الطالب بن عاشور هذه الألفاظ مع إنها السياق كان بيتكلم على الفراعنة إلا أنها تنطبق تماما على مشركي مكة. ده دليل بقى ان ده هي ان الكلام ينطبق بعينه، ان اللي بيقول دار الفاسقين هي مصر. طب مكة يعني شرفها الله وعظمها وزادها شرفا وتكريما، كانت في وقت من الاوقات دار كفر وكانوا يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت الكعبة حولها الاسطاب. والايات دي زي ما قلنا الطاهر بن عاشور منطبق على أهل مكة بشكل كبير، ففي هذا كالتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الوعيد يشمل هؤلاء الذين يعاندونه ويكذبونه. لذلك بيقول لنا في تسليم وسط سأسرف عن فهم الحجج والأدلة الدل على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي. الآيات هنا الآيات المقروءة هؤلاء لا فهموا، لا استدلوا بالكون وعظيم خلقه وما فيه من بديع صنع الله تبارك وتعالى على وجود الخالق بالآيات وما فيها من حسن وتمام على صدق الرسالة. انصرفوا عن هذا لما عندهم من كبر وعوقبوا لأن قلوبهم انصرفت على الحق، لأنهم متكبرون عن طاعة الله، متكبرون على الناس وغير الحق. قال فلا يتبعون نبيا ولا يصغون إليهم لتكبرهم، وأن يرى هؤلاء المتكبرون عن الإيمان كل آية لا يؤمنوا بها، وهم متكبرون على الإيمان فإن رأوا كل آية لا يؤمنون بها لإعراضهم ومحادتهم لله ورسوله، وأن يروا طريق الصلاح لا يتخذوه سبيلا، وأن يروا طريق الضلال أي الكفر يتخذونه طريقا ودينا، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم على النظر فيها والتفكر في دلالته. ثم قال والذين كذبوا بآيات الله وحججه وبلقاء الله في الآخرة حبطت أعمالهم بسبب فقد شرطها وهو الإيمان بالتصديق بالجزاء. لكن دايما نتكلم على الاتباع، يقولوا على بعض عشان يأكدوا على الاتباع يقولوا ايه شرط قبول العمل الإخلاص وموافقة السنة. لا بقى ايه حافظ حاجة بيقول لنا شرط ثالث طبعا هم الباقي مش أغفى يعني أغفلوه لشهراته، لكن ساعات يحتاج يتحط ويبان. عندنا الوقت علي جمعة طبعا الأول في الأول قال لك كل الناس هتكونوا الجنة، وبعدين بناء على كلامه يعني هي النار كده ملهاش لازمة. فهو التطوير الجديد ده النهارده ولا امبارح إن قال ممكن ربنا ما يختارش يختار انه ما يدخلش حد النار، وطبعا هذا منكر عظيم. البعض يقول طب ما بعض اهل العلم قالوا بفناء النار، هذا كلام منسوب هذا كلام قاله الامام ابن القيم رحمه الله ونسبه لشيخه شيخ الاسلام ابن تيميه. عند الرجوع لكلام ابن تيميه هنلاقي اقصى ما يرد عن ابن تيميه هو التردد في المساله، واما الذي جزم بامكانيه فناء النار فهو ابن القيم. والعلماء المحبين لابن تيميه وابن القيم قبل الاخرين، طبعا نجد الاشاعره وغيرهم يعني يشنعوا على ابن تيميه بهذا الكلام، طبعا اين هم من شيخه الان؟ لم تسمع لاحد منهم كلام. طيب احنا عندنا بقى المدرسه المنهج السلفي واللي فيه كله يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كل العلماء السلفيين بعد ابن تيمية وابن القيم استنكروا على ابن القيم، وقالوا لو كان ابن تيمية كمان قال فاستنكروا عليه هذا، مع الأخذ في الاعتبار ان ابن القيم بيقول والله هو الخلود هيبقى طول المكث، يبقى محدش منهم بيقول مفيش طول من الاول زي ما علي جمعه بيقول كده. ده القول ده اشنع بكتير جدا من القول بفناء النار، على الرغم من ان حتى القول بفناء النار نحن ننكره على ابن القيم رحمه الله، ولعله هذه كان من بقايا ما تلقاه عن الصوفيه. وان كان برضه ابن تيميه الاحاديث يعني لما ابن القيم رفعها اليه وفيها انه ياتي على النار زمان وهي تصفق ابوابها ونحو ذلك وكانه تردد، هكذا قال ابن القيم، ولكن هي تاويلها سهل ويسير من ان هذا انما يراد بها طبقات التي يكون فيها عصاة الموحدين من النار هي التي ينطبق عليها هذا. يبقى اذا شرط قبول العمل ثلاثة أهمهم على الإطلاق الإيمان بالله، يبقى الـ 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 الكافر اللي يتصدق وهو الحاجات اللي هي معقولة المعنى دي يثيبه الله عليها في الدنيا، لا ثواب له في الآخر. أما العبادات فلا مجال لقبولها الصلاة، وكذا العادات الحسنة والأخلاق الحسنة يجازى بها في الدنيا ونحو. قال هؤلاء فقدوا شرط قبول العمل وهو الإيمان بالله والتصديق بجزائه، ما يجزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا من الكفر والمعاصي وهو الخلود في النار. ذكرنا أنه بينما كان موسى عليه السلام في هذا الميقات الذي كان له مع ربه عز وجل اتخذ قوم موسى العجل، وهذا ما سنتحدث عنه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.